رايح شيك عليه. قلت له شو رايك تيجي لعنا وتشوف شو العطل؟ قال لي المشكله مو من البيت اصلا. قال لي المشكله من السيستم. قاعد عم بلش بالصفره انا وشوفوا انتو مين عم يساعدني. وريني. هذا ادم. هذا انا ادم. يلا طيب نحطه هون كلياتنا هلا مشان نقعد. اوكي؟ اوكي؟ شو؟ لا 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 هدي هدي شوي شوي. اوكي ساعدني. ها اوكي روحي وقفي هنيك. انت روحي وقفي هنيك. هاي وقفي هنيك. ايوه اسحبي 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 دخلي على البحر. اسحبي ليه 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 ليه. انا ماي متحكم كثير. ليه بس هيك تمام. هلا شو نقصة من هون هيك. علي ما اروح جيب السكين وارجع بكون قصيتها وخلصت. خو ادم رجع. هي رجع هون. هي رجع دخيل قلبه اللي عم يساعد عمه. انا دخيل قلبه. ايوه حطه هون حطه هون. دخيل روحك انا. كلكم وشوفوا مين قاعد معنا على السفرة اليوم. لولو بنت لماريتا. شو عاملة باللعبة تبعك انت لولو؟ ها؟ شوفوا شو عاملة باللولو تبعك انت؟ ها؟ عطيها هون طعميها لبن وكبنية. اذا طعميها كبنية تمام؟ رح وينك؟ رح تتشلوط لانه كتير حار. هي 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 كتير حار. هلا شوفي بس يقدن. ما بدها تاكل لبن. ايه شوفي هلا بس هي يقدن بطعميه تمر اول شيء وبعدين بتشربيها مي وبعدين بتبلش اكل. يا ما بتحب. شو بتحب؟ بتحب بس لبن. لبن وشوربه ما رز وجزر مثل. يا عمري قديش عمره بنتك؟ ها؟ قديش عمره بنتك؟ سنين كبيرة ما شاء الله. تحكي يعني. شوي تحكي شوي خليها تحكي. خجلانة خجلانة. اعطيني اياها لبنتك شوي. لا حطها على جنب. ما راح تخليها تاكل معنا اليوم. لا اذا تاكل. لا تاكل؟ لا هلا لا ما في تاكل معنا اليوم. لا لا ما في. تقريبا صفر راح تصير جاهزة. بيان 4 دقائق 8 دقائق بيان 8 دقائق بالضبط لحتى يقدن والسفره بلشت تجهز. اعطيني بنتك اليوم. لا لا ابدا. لا ابدا. لا لا تعالي بدي طعميها هي هنا عشان تخليها ما عاد تاكل معنا ابدا لانه هي كثير سبايسي. لا هي بدها تاكل هاي. شو تاكل؟ لبن. وسختيها 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 للولو. وسختيها وسختيها. لا لا وسختيها وسختيها. انا لا 24 ساعه زين. احنا قاعدين على السفره. ما فيكم بدوني يا عمري. قاعدين احنا اليوم على السفره. ما فيكم بدوني. احنا اليوم قاعدين على السفره تمام. امول للشعب انه والله عم يزيد. اخيرا يا جماعه اسراء خلصت من رفقاتها. غابت علينا تقريبا يوم ونص. وبتعرفوا انا حزيري شو حزيري شو كنت اليوم عمول. كبنية صلنا يومين عم يزيد كبنية. لأني أنا مالي موجودة ما عم باكل. السيدرة وإسراء مو موجودين. لكان مع رفقاتهم أكلين عم يعبوا بطن 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 بط 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 بطن 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 بط 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 بط. والله يا ماما حزري شو قد ما أكلت برا جاهزة. أنا على فكرة كانت طلع كلها ما بدي أطلع بس ماما قالت لي لا روحي. بس الكبه النية تبع نور غير الكبه النية. ماما صرت اعمل انا صرت اعمل الكبه اللي مثل تبعيتنا. هلا شو بتجيب لك ماما ماكينه كبه؟ ايه تخيلوا انتم كمان هلا بما انه صرنا تقريبا لا مو لسه هلا 10:30 و5 صرنا تقريبا 4 ساعات فاطرين بالضبط. ايه تقريبا. فحلهم هلا يجوعوا كمان. ما جعنا هي يا نقريش يعني نقر يعني على فكره سيدرا هي فنت سيدرا. ايه ان شاء الله. لا اسراء بتاكل كل ساعه. ايه اسراء ما بتقصر. اسراء كل ساعه بتاكل. يعني كل ساعه بتاكل. اوكي اوكي وقت هلا ليك وقت الافطار باكل وبشبع كثير تمام بس بعد ساعة ونص بتبلش. ايه خلص بتبلش انه شو اسراء لازم 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 بطنها. اسراء تراكي سمنانه. ها على فكرة لقلك شيء.